حكم تونسي يرفع راية العرب في أولمبياد باريس 2024 تعرف عليها. أنور أجلص هي حكم دولي تونسي في رياضة التايكواندو وواحد من أبرز الشخصيات العربية في مجال التحكيم الرياضية. مسيرته الحافلة بالإنجازات جعلته ينال شرف تمثيل العالم العربي في أولمبياد باريس 2024 كحكما عربيا وحيدا في منافسات التايكواندو للرجال، وذلك بعد أن تألق في أولمبياد طوكيو اليابان 2021. تميز أجلص لم يتوقف هنا، فقد توج الحكم الدولي التونسي للتايكواندو بجائزة أفضل حكم في العالم لسنة 2022، وكان قد تحصل أيضا سنة 2021 على جائزة أفضل ثاني حكم في العالم بعد الأوكراني أندري ستراكوف. وتحصل أنور جلاصي على درجة حكم دولي في رياضة التايكواندو سنة 2015 قبل أن يصبح منذ سنة 2018 حكما دوليا في اختصاص البارا تايكواندو لذوي الاحتياجات الخاصة. شارك في العديد من التظاهرات الرياضية الدولية المهمة، أبرزها دورتا الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 وباريس 2024 إلى جانب مسابقات الجائزة الكبرى وكأس الرئيس، كما عين في خطة المدير الفني للجامعة التونسية للتايكواندو.